تقول زوجها ملتحي وكان ملتزما من قبل وهو على علم وكان خطيبا ولا يفوت وقت في المسجد، أصبح لا يذهب إلى المسجد إلا القليل، وهو الآن أصدقاؤه غير صالحين، ماذا أفعل؟ ذكريه بالله، وأيضا حرضي أهله الطيبين على أن يذكروه بالله، والدعاء بإذن الله يجدي وينفع، والذكرى بإذن الله تنفع المؤمنين.